ايه اكتر قصة اثرت فيكم سمعتوها من البنات او من عموما يعني اهل البلاد اللي بيحصل فيها كده؟ ما اعتقدش ابدا ان انا اقدر اتكلم عن قصه واحده، لان فعلا تجارب انسانيه يوميه كتير، اجزاء منها كتيره مؤثره قوي. متهيألي اللي احنا يعني احنا عارفين ده، بس فكره قد ايه احنا كنا كل يوم بنقابل فنانين موهوبين في الصعيد والتراث القصصي بتاع الصعيد، مش بس من البنات، كمان من أهاليهم. طول الوقت كده احنا بننسى تماما الفولكلور الشعبي المصري، وان قد ايه هو مؤثر وممتد من جد لجد بيتنقل. فالممارسات الفنية الصغيرة حتى من الغنى الفولكلور والقصص الشعبية والحكي، ودي حاجة بالنسبة لنا كانت غنية جدا وتستاهل 100 فيلم. يعني التصوير بلا شك كان متعب جدا، صعوبات كتير. ايه الصعوبات اللي واجهتكم من الناس وانتوا بتصوروا في المنيا؟ بيتهيألي الفكرة بالنسبة لنا كانت ان احنا محتاجين نقضي وقت طويل عشان اولا نبني علاقة ما بيننا وما بين البنات وما بيننا وما بين اهاليهم ومجتمعهم، علاقة فيها ثقة وفيها تشارك. فده كان محتاج وقت، واحنا كنا فاهمين ان ده هيبقى جزء من عملية صناعة الفيلم. كمان كنا محتاجين ان احنا نبقى فريق عمل صغير عشان في الاخر ما يبقاش بس يعني المجتمع والبنات ما يبقوش بيبنوا علاقة بس معانا، هما كمان بيبنوا علاقة مع مهندس الصوت ومع مديرة التصوير ومع الفريق الصغير اللي ما تغيرش كتير على مدار سنين. ده كان من التحديات ان احنا نلاقي فريق صغير ما يتغيرش كتير. هذا كان سبب ان الفيلم اخد تقريبا 4 سنين عشان يطلع ولا ايه تحديدا؟ لا بالعكس، هو من اول ما بدأنا واحنا عارفين الفيلم ده مش هيتصور في اسبوع على اسبوعين، احنا محتاجين نصور في سنين عشان نشوف البنات وهم بيمروا بمرحله اللي هو من كونهم في لسه فتيات صغيرات مراهقات يبقوا نساء، وازاي بقى هيحققوا احلامهم ولا لا، ولا المجتمع او الحياه يبقى ليها دور تاني او راي تاني سوري. وده مش هيحصل في تصوير يعني شهر، ده محتاج وقت بالظبط هيحصل لهم ايه. فده كان محتاج زمن، بس ده كان برضو كان اكيد درس في الصبر، يعني ان احنا نقدر نصبر ونروح ونصور. بس برضو خليني اقول يعني برضو اضافه للكلام اللي ندى قالته، بعد ما الثقه اتبنت وبعد ما العلاقات القويه اتبنت، علاقات مش للفيلم بس، دي علاقات هتمتد يعني العمر كله، اعتقد برضو الكرم اللي احنا شفناه منهم غير طبيعي. يعني في الاخر تخيلي انا باجي لك البيت كل شهر بعد عندك يومين، مش يعني مش هتستحمل، ما اعتقدش هتستحملها شهرين تلاته، احنا قعدنا 4 سنين بنعمل ده شهريا. فاعتقد كان في كرم ضخم من اهل البرشة وبعض القرى المجاورة، يعني مش يعني ما اعتقدش هنلاقيه في اماكن تانية بسهولة. من الحاجات الاستثنائية في الفيلم فكرة اثنين مخرجين، يعني دي برضو الناس مش فاهماها قوي، دايما عارفين ان بيبقى قائد واحد رب عمل واحد، ازاي قدرتوا تقودوا ده؟ طبعا يعني في علاقة زواج، فممكن ده سهل الموضوع ولا لا؟ صعبها بس بهزر بس. لا ده انا نفسي مره اجاوب على السؤال ده. انا جاوب على السؤال ماشي. لا احنا مش اول مره نشتغل سوا، يعني اشتغلنا، كان عندنا فيلم وثائقي طويل برضو احنا اخرجناه سوا، وكنا ابطال، كنا شخصيات فيه، فده اعتقد ده كان اصعب شويه. وبعد كده كان عندنا افلام ندى بتخرج وانا المنتج، يعني كان بنلعب ادوار مختلفه. فاعتقد في بقى ارضيه مشتركه ما من التفاهم، او من عارفين بالظبط ايه البروسيس او ايه العمل، يعني الـ الشغل بيحصل ازاي بالظبط. بس ده لا يمنع برضه ان يبقى في اختلاف في وجهات نظر، وطول الوقت في نقاشات، و ده شيء طبيعي. وانا اعتقد بالنسبه لي برضه، اعتقد بالنسبه لندى الفكره مش اعمل فيلم يبقى اعلى من اللي قبله او غيره، الفكره ان ازاي نعمل افلام تقدر تستمر في انها تعبر عننا وعن الحاجات اللي احنا حاسينها او بنفكر فيها في كل لحظة، يعني او في مراحل مختلفة من العمر. اعتقد ده بالنسبة لنا اهم حاجة، ان احنا ازاي نعبر عن نفسنا او عن مجتمعنا قبل ما نفكر الفيلم هيتعرض فين او ازاي، او ده الاهم.